الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ولوالدينا ووالديكم ولأهالينا ولأولادنا ولمشائخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسل وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات وأن الله ينصر المسلمين وعلى نية أن الله الكريم ينصر سلطاننا سلطان الأولياء الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني القبرصي ويحفظه ويوفقه على الدوام بجاه خير الأنام وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارح المانس السالب عالم الكائن والبائن والزائر والزاهد يسبح الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما من نظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فأنيه المطالب
فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكن والقوم بين نادم وتائم وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائب